ما تحدثت به رغد صدام حسين بعودة حزب البعث لا يمكن أن يحدث بوجود الحشد. بس حشد العراق كله لا تجي على رقابنا، هاي تحكي يعني تحكي شيش بش مع الاعتذار على أول مرة تحكي بهالطريقة وبهالثقة وتقول سأعود لأقود مشروع جيد. أنا أعتقد هاي واحدة من يعني الزوبعات الإعلامية اللي ما بس هي جت بالتراتبية، طلع الكاظمي تحدث عن جثة صدام، القنوات العربية سوتها قصة وذكرت هم منجمة مدري من المنجمات قالت مدري شنو، هاي ما سمعتها قبل فترة قالت شوف رغد صدام حسين موجودة وأشوف ناس تطلع تهتف رافع صوت صدام حسين، فالقضية هي عوفة يعني حقيقة ما تستحق أن واحد يحكي بها. ليش تخشى أن تناقشها يعني؟ لا لا أنا أقول يعني بالسياسة كل شيء موجود. لا شوف لا النظام حزب البعث ب 73 سوى انقلاب، راح الانقلاب مالتهم رجعوا بال 68 حكموا. الانقلاب موضوع ثاني، بس أستاذ غزوان الآن كل الظروف غير مهيئة لمثل هذه القضايا ما أدري شنو. لا حشد واحدة من عندنا تقلت حشد، ليش حشد وقوات مسلحة يعني شنو؟ والجيش والشرطة احنا شنو عندنا بس حشد يعني؟ والمخابرات والأمن الوطني والشعب العراقي وعوائل الشهداء والدنيا شو العراق هو شنو؟ اجى يعني ما تخلص من نظام صدام الا بعد مئات الالاف من التضحيات. اكو حديث عن حكومة ظل وعن تحركات لشخصيات عراقية في الخارج، واكو حديث عن مجلس الشيوخ الأمريكي وفرض عقوبات على بعض الشخصيات وقانون ماكنزي، يعني أكو حراك. اليوم قرأت اليوم الجنرال أوستن، نعم، اللي هو وزير الدفاع الأمريكي في اتصال مع جيران بارزاني، فقال له أفضل طريقة هو أن تتفقون مع بغداد وتسوون خلافاتكم، هذا الأفضل لاستقرار العراق واستقرار كردستان. هذه الرؤية الأمريكية من خلال حكومة بغداد، رغد تيجي ولكن مش يسوي واثنين ثلاثة قاعدين. أمريكا تتعامل مع الواقع. حسني مبارك حليفهم سنوات في اللحظة اللي ساحة التحرير. أستاذ غزوان سأل ما أريد أخذ وقت، هو أكو إذا أكو أرضية أنا ما أشوف، أنا قناعاتي ما أدري تجوز قناعاتك. لا أنا أسأل قناعاتي ومعلوماتي. لا الظروف مهيئة للأرضية موجودة، هذا حكي يعني بالخيال. زين ممكن نشوفك تعود لتقاتل إذا عاد حزب البعث؟ طبعا طبعا مليون بالمية. ابد ما حزب البعث مودرن. انا ما حاجيها شوف مودرن هسه ما يرجع خوف ويرجع مثل قبل. استاذ غزوان انا سجنت والدتي معي، والله عيب احكيها اول ما احكيها وانت تدري ما حاجيها يعني غير الشيء مسوي نظام صدام بالدنيا والعالمين والكذا والشهداء والعلماء والشعب العراقي والحصار والكذا، لكن شخصيا وياي انا والدتي مسجونه وياي، والدتي جابوها للامن وانا واقف وضابط الامن يغلط عليها، والدتي من عائله يعني محترمه، احنا بالبيت كل احنا خمس اولاد وثلاث اصلا ما نشيل عيوننا من على والله يشهد يعني جزء والدي احد اخواني الشاجر كذا، بس ويا والدتي لها هيبه كامله حتى بالعشيره يعرفون، وقدامي ظل يغلط عليها وبعدها سجنها وسجنت مده طويله وصابت بالسرطان وبقت مكلبشه بالمستشفى في كربلاء في احدى المستشفيات بحدود الثلاث اشهر بالمستشفى مكلبش وهي بها مرض غير قادر على الحكي على الكلام زين، وبعدين توفت. هاي وحده، هاي واحد من مئات الالاف التضحيات من العراقيين. ايش تحكي نظام صدام شنو يا